أجيال جي بي تي، أول برنامج إذاعي فلسطيني يستنطق تقنية الذكاء الاصطناعي في حوار شيق مليء بالمعلومات. أجيال جي بي تي من شبكة أجيال مع وليد نصار. أهلا بكل المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات عبر أجيال جي بي تي من شبكة أجيال الإذاعية في كل المحافظات الفلسطينية، نبث إرسالنا إليكم. مستمعين الكرام، اليوم سنتحدث مع جي بي تي وهي آلة عن كيفية تحسين الإنتاجية في مكان العمل من خلال تنظيم الوقت وإدارته. جي بي تي، نحن نعاني في الدول العربية بشكل عام، في فلسطين بشكل خاص، من قلة الإنتاجية. لماذا يعزى ذلك بالمقارنة مع بعض الدول الأوروبية التي يعرفها مستمعونا بشكل جيد؟ تفضلي. تحسين الإنتاجية في مكان العمل يعتمد بشكل كبير على كيفية تنظيم الوقت وإدارته بفعالية في العديد من الدول العربية بما في ذلك فلسطين. يمكن أن تعزى قلة الإنتاجية مقارنة بالدول الأوروبية إلى عدة عوامل. أولاً، ضعف إدارة الوقت. إدارة الوقت بفعالية تعد تحدياً كبيراً. في بعض الأحيان يمكن أن يؤدي غياب التخطيط اليومي وعدم تحديد الأولويات إلى هدر الوقت وزيادة التشتت. على العكس، الدول الأوروبية غالباً ما تضع أهمية كبيرة على التخطيط المسبق وتقسيم الوقت بين المهام المختلفة. ثانياً، بيئة العمل. البيئة العملية في بعض الدول العربية قد تكون غير مشجعة على الإنتاجية بسبب نقص الموارد أو ضعف البنية التحتية أو حتى الثقافة المؤسسية التي قد لا تعطي الأولوية للكفاءة والإنتاجية. في المقابل، توفر العديد من الشركات الأوروبية بيئات عمل مرنة ومحفزة مع توفير أدوات وتكنولوجيا تساعد الموظفين على تحقيق أقصى استفادة من وقتهم. ثالثاً، التدريب والتطوير المهني. قلة الاستثمار في التدريب والتطوير المهني قد تكون من الأسباب التي تعيق تحسين الإنتاجية. الدول الأوروبية غالباً ما تستثمر في تدريب موظفيها وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحسين كفاءتهم، بينما قد يكون هذا الجانب مهملاً في بعض المؤسسات العربية. رابعاً، ثقافة العمل والتوازن بين الحياة العملية والشخصية. في الدول الأوروبية هناك توازن بين العمل والحياة الشخصية، مما يعزز من رفاهية الموظفين ويساعدهم على أن يكونوا أكثر إنتاجية. في بعض الدول العربية قد يكون هناك ضغط كبير على الموظفين، مما يؤثر سلباً على إنتاجيتهم. شكراً لك على كل هذه التفاصيل، وشكراً لك على عقد هذه المقارنة العلمية المتجردة من أي انحياز. وهذا ليس جلداً للذات، وإنما وضعاً للأمور على حقيقتها أمامنا كي نعالجها إن كانت هناك مشاكل. شكراً لكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء. إلى اللقاء. كنتم مع أجيال جي بي تي، بودكاست من أجيال يحاكي تقنيات الذكاء الاصطناعي في برنامج إذاعي.